لقد وصلنا إلى المسألة رقم 48، ومضمونها أنه إذا أضيف X تربيع إلى X فإن المجموع يكون 42. دعونا نكتب هذا: إذا أضيف X تربيع إلى X فإن المجموع يساوي 42. فأي من الأعداد التالية يكون قيمة لX؟ إذن المطلوب منا أن نحل هذه المعادلة، لذا فإن الطريقة الأبسط للقيام بذلك هي أن نكتبها كمعادلة تساوي 0، ومن ثم نحللها إلى عواملها. إذن يمكننا أن نكتب هذا كالتالي: x تربيع زائد x ناقص 42 تساوي 0. ودعونا نفكر، ما هما العددان اللذان عندما أجمعهما يساوي 1، وعندما أضربهما يكون الحاصل سالب 42؟ وحقيقة أنه عندما أضربه يكون الحاصل سالب 42، تخبرني أن واحدا منهما يجب أن يكون موجبا والآخر يجب أن يكون سالب. إن الطريقة الوحيدة هي عندما نضرب عددان ونحصل على عدد سالب. إذا واحدا منهم يجب أن يكون موجب والآخر يكون سالب، ولذلك عندما نجمع عدد موجب وسالب سوف نجد الاختلاف بين الاثنان. إذا الفرق بين العددين يجب أن يكون 1، وحاصل ضربهما يجب أن يكون 42. وألاحظ عندما أرى 42 فأفكر مباشرة ب6 و7، 6 ضرب 7 يساوي 42، وبما أنه عندما نجمعهم سنحصل على موجب 1، فإن على الأرجح هو العدد الموجب، 7 هو العدد الموجب وسالب 6 هو العدد السالب. إذن دعونا نجرب هذا: x زائد 7 ضرب x ناقص 6 يساوي 0. وهذا صحيح، لأن 7 ضرب سالب 6 يساوي سالب 42. حقا إن 7 x زائد سالب 6 x يساوي موجب x، أو يمكنك أن تفكر بأن 7 زائد سالب 6 يساوي معامل x وهو 1. لكن على أي حال لقد نجح هذا، ويمكنك أن تضرب هذا وتجرب، وكل شيء قد قلته لا يعتبر شعوذة. وسبب أنني قلت أن مجموعهم يجب أن يكون 1 هو لأنه عندما نضرب هذا فإنه ما يكون هذه العبارة: هذه 7 ضرب x زائد هذه 6 ضرب x الأخرى، هذا هو ما يكون هذه العبارة عندما نضربه. أتت هذه العبارة من x ضرب x، السالب 42 أتت من 7 ضرب سالب 6. على أي حال نحن الآن في هذه النقطة، نقول حسنا كيف نحصل على لدينا شيئان نضربهما نحصل على 0؟ حسنا، هذا يعني أنه واحدا منهما أو كلاهما يجب أن يكون حاصلهما 0. هذا يعني أن x زائد 7 يساوي 0، ما يعني أن نطرح 7 من كلا الطرفين، والذي يعني أن x تساوي سالب 7، أو أن x سالب 6 تساوي 0. نضيف 6 لكلا الطرفين فتكون x تساوي 6، أي قيمة x إما أن تكون سالب 7 أو إما أن تكون 6، ولدينا واحد من الخيارات وهو الخيار A. المسألة التالية 49، ما هي الكمية التي يجب أن تضاف إلى طرفي هذه المعادلة حتى نكمل المربع؟ عندما نكمل المربع سنحتاج إلى شيئين يبدو نريد وضعه في الجانب الأيسر لكي يبدو كمربع كامل. وما الذي أعنيه؟ إذا كان لدي x زائد a كل تربيع فإن هذا يساوي x زائد a ضرب x زائد a، وذلك يساوي x ضرب x، أي x تربيع x ضرب a يساوي ax، والآن a ضرب x هذا حاصله ax أيضا، زائد a ضرب a ويساوي a تربيع، وذلك يساوي x تربيع، زائد لدينا 2 من هذا الآن، زائد 2 ax زائد a تربيع. إذا نحن نريد هذا، نريد الجانب الأيسر لكي نحصل على هذه الصورة.
لذا نقول إن هذا مربع كامل، يمكننا أن نقول أنه يعادل x زائد a الكل تربيع. لذا دعونا نفكر في كيفية فعل هذا. إذا كان لدينا x تربيع ناقص 8x تساوي 5 ووضعت فراغا هنا لسبب ما، لأننا نريد أن نجمع أو نطرح شيء من هنا، لذا فهو يبدو كمربع كامل. دعونا نفكر بها. عندما تكون لدينا هذه الصيغة لكي تصبح مربعا كاملا مهما كانت قيمة هذا المعامل هنا، فإن هذه العبارة يجب أن تكون نصف هذه، أي a تربيع نصف 2a تربيع. فإذا أخذنا نصف السالب 8 أي سالب 4، في هذه الحالة إذا قلت أن 2a تساوي سالب 8 فإن a تساوي سالب 4. وكم ناتج سالب 4 تربيع؟ إنه موجب 16، وهذه معادلة. وما تفعله للجانب الواحد من المعادلة عليك أن تفعله للجانب الآخر من المعادلة. علينا أن نقول أن هذا أيضا متساوي، علينا أن نضيف 16 لكلا الطرفين وإلا ستتغير المعادلة. الآن هذا، أتمنى أنكم تدركون أن هذا مربع كامل، أعني أنه يمكنكم أن تنظروا إلى هذه وتقولوا حسنا إذا أضفت سالب 4 إلى نفسها مرتين سأحصل على سالب 8، إذا ضربتها بنفسها سأحصل على 16. إذا هذا x ناقص 4 الكل تربيع ذلك يساوي 25. وفي الواقع وقد قمنا بهذا في العديد من العروض على هذا، هكذا تثبت المعادلة التربيعية، تقوم بإكمال المربع بأعداد عشوائية A و B و C وتحصل على معادلة تربيعية. كما تعلمون فإنه يمكنكم أن توضحوها خلال 10 دقائق، لذا هي ليست بهذه الصعوبة للفهم. إنهم يرغبون بمعرفة ما الذي تضيفه لطرفي هذه المعادلة، ما هو المقدار الذي يجب إضافته لطرفي هذه المعادلة حتى نكمل المربع. إذن إجابة هذا السؤال هو 16. لكن بشكل مشابه بإمكانهم أن يقولوا قوموا بحلها عن طريق إكمال المربع، وستقول حسنا x ناقص 4 الكل تربيع يساوي 25، إذن x ناقص 4 يساوي موجب أو سالب 5. ثم يمكنكم أن تقولوا أن x تساوي موجب أو سالب 5 زائد 4، وبإمكانكم أن تقولوا حسنا 4 زائد موجب 5 يساوي 9، و 4 زائد ناقص 5 أو 4 زائد ناقص 5 يساوي سالب 1. على أي حال لم تأخذ مننا وقتا طويلا للتفكير. دعوني أرى، لقد وصلنا إلى المسألة 50. دعوني أرى المسألة رقم 50. سوف أقوم بنسخ ولصق 50 و51. هذا جيد. ما هي حلول المعادلة التربيعية x زائد 6x يساوي 16؟ والرغبة هنا تكمن في أن تحاولوا حلها بطريقة حل معادلة خطية. لا أعلم نقوم باستخراج x كعامل مشترك أو لا، لكن الشيء المهم هو أن تدركوا هذه المعادلة التربيعية، وأبسط طريقة لحلها هي أن نضع جميع العبارات على جانب واحد ونحصل على 0، ثم أما أن نحللها أو نستخدم المعادلة التربيعية الحالية أو نكمل المربع، أي شيء تحتاج لفعله. إذن دعونا نطرح 16 من كلا الطرفين ونحصل على x تربيع زائد 6x ناقص 16 يساوي 0. لقد طرحت 16 من كلا الطرفين حتى أصل إلى هنا. وقبل القفز إلى المعادلة التربيعية دعونا نرى إذا كان بإمكاننا أن نحللها إلى عواملها. ما هما العددان اللذان إذا جمعتهما سأحصل على 6؟
نريد موجب 6 وعندما أضربهما أحصل على سالب 16. ومرة أخرى بما أنه سالب 16 إذا ضربنا العددان سنحصل على عدد سالب. يجب أن يكون مختلفين بالإشارة، واحدا يجب أن يكون موجب والآخر يجب أن يكون سالب، والفرق بينهما سيكون 6 لأن واحدا موجب والآخر سالب. لذا دعوني أفكر بها. إذا كان لدي حسنا 8 و2 يساوي 16 ومجموعهما يكون 6 في حال وضعت موجب 8 وسالب 2، أليس كذلك؟ موجب 8 وسالب 2 يساوي موجب 6، إنها x زائد 8 ضرب x ناقص 2. وهذا يتطلب المزيد من الخبرة. تقول حسنا، ما هما العددان اللذان يساويان 16؟ حسنا 8 و2. حسنا، سوف تكون إشارتهما مختلفة، لكن لدي عددا موجبا هنا، إذن العدد الأكبر ربما سيكون هو الموجب، موجب 8 وسالب 2. نعم، عندما نجمعهما نحصل على 6. نعم، لقد نجح هذا. إذن نقول إن ذلك يساوي 0. وتقول حسنا، هذا يجب أن يساوي 0 أو ذلك يجب أن يكون مساوين للصفر. إما أن x تساوي سالب 8، فإذا قلت أن x زائد 8 تساوي 0، بالتالي نطرح 8 من كلا الطرفين فنحصل على x تساوي سالب 8. أو يمكنك أن تقول أن x ناقص 2 تساوي 0، أن نضيف 2 لكلا الطرفين ونحصل على x تساوي 2. ما هي قيمة x التي تجعل من هذه العبارة تساوي 0؟ ويمكنك أن تنظر إليها بتمعن. إذا x إما أن تساوي سالب 8 أو 2، وذلك هو الخيار C. المسألة 51. قامت ليان بحل المعادلة x تربيع زائد 4x تساوي 6 بشكل صحيح عن طريق إكمال المربع، فأي معادلة تعد جزءا من حلها؟ حسنا، نتتبع نفس الشيء، x تربيع زائد 4x، وعندما نكمل المربع سوف نضيف شيء ما إلى هذا، لذا سأترك هذا مساحة هنا، هذا يساوي 6. ماذا يمكن أن نضيفه هنا حتى أجعل من هذه العبارة تبدو كمربع كامل؟ حسنا، إنها تتبع نفس النمط الذي اتبعناه في عدة مسائل سابقة، مهما كان مربع نصف هذا، إذن 4. حسنا، نصف ذلك هو 2، 2 تربيع يساوي 4، لذا يجب أن أضيف 4 إلى ذلك الجانب. إذا أضفت 4 إلى ذلك الجانب فعلي أيضا أن أضيف 4 إلى ذلك الجانب، والآن 2 زائد 2 يساوي 4، و2 ضرب 2 يساوي 4، وهذا x زائد 2 الكل تربيع. وأنا حقا أريدكم أن تحصلوا على فكرة، لا تحفظوا خطوات إكمال المربع، أريدكم أن تفهموا السبب. هذا مربع نصف ذلك، وقد وضحناه منذ البداية، مربع العديد من المعادلات ثنائية الحدود، وترون بأنفسكم أن هذه دائما ستكون الحالة دائما. إذن هذه x زائد 2 الكل تربيع، هذا يساوي 6 زائد 4 ويساوي 10، وهذا هو الخيار B. أعتقد أن لدينا وقت لحل مسألة أخرى، مسألة واحدة، المسألة رقم 52. لقد نسختها والآن ألصقها. يقوم كريم بحل هذه المعادلة عن طريق التحليل إلى العوامل، أي عبارة يمكنها أن تكون واحدة من عوامله الصحيحة؟ مرة أخرى، إنني شخصيا أفضل أن أفصل العدد الذي يقبل القسمة عليهم جميعا، وجميع هذه تقبل القسمة على 5، وأقوم بتبسيطها ذهنيا. إذا قسمت جميع هذا على 5، في الواقع إنني أقسم طرفي هذه المعادلة على 5، 0 تقسيم 5 يساوي 0، ثم عندما نقسم الجانب الأيسر على 5 يصبح 2x تربيع ناقص 5x زائد 3 يساوي 0.
وإذا كان هذا 2x تربيع، إذا هذا سيكون عبارة عن عددان، عندما نضربهم نحصل على 3. وعندما دعونا نفكر بهذا قليلا، في الواقع دعوني أكتب هذا لأنني أعتقد أنني أريد مساحة أكبر. 2x تربيع ناقص 5x زائد 3 يساوي 0، وقد قسمت طرفي المعادلة على 5 كي أحصل على هذا. لذا دعونا نرى ماذا يمكن أن نفعله هنا. إذن لدينا 2x تربيع هنا، وبالفعل أنها تبين لنا أننا سنحصل على حل صحيح. إذن يمكننا أن نحللها إلى عواملها، والبدهة هي أن هذا سيكون 2x ضرب شيء ما زائد كما تعلمون زائد A. ضرب حسنا، ضرب ماذا؟ ضرب x ربما، أليس كذلك؟ 2x ضرب x يساوي 2x تربيع. الآن إنه ليس من الواضح تماما إذا كانت تتوضح أنه يمكن تحليلها، ربما أن عليك استخدام معادلة تربيعية أو شيء ما. في الواقع أن المعادلة التربيعية لن تكون شيء صعب الاستخدام هنا، لأنه يمكنك أن تحدث ضجة. لكن دعونا نرى إذا كان يمكننا ذلك. سيكون 2x زائد شيء ما ضرب x زائد شيء آخر. إذا أردنا أن نضرب هذا سنحصل على 2x ضرب x يساوي 2x تربيع كما يجب. 2x ضرب b تساوي زائد 2bx، و a ضرب x يساوي زائد ax، و a ضرب b يساوي زائد ab. ودعونا نرى على ماذا سنحصل. سنحصل على زائد 2b زائد a ضرب x زائد ab. اثنان x تربيع. حسنا، الآن يمكننا أن نقوم بالتماثل النمطي. هذا كان الشيء الأصلي. إذن 2 ضرب b زائد a يجب أن يساوي هذه العبارة، تعادل هذه العبارة، وتلك العبارة يجب أن تعادل تلك العبارة. إذن أولا لدي موجب 3 هنا، إنني أضرب عددان لكي أحصل على موجب 3، يجب أن يكون إما موجبان أو كلاهما سالبان. ثم أن الشيء الآخر المثير للاهتمام هو أن لدينا عندما أخذ 2 ضرب 1 منهم زائد 1 آخر وأحصل على عدد سالب، إذن الطريقة الوحيدة عندما نتعامل مع أعداد سالبة وعندما تضربه بعدد موجب وتجمعهم مع بعضهم البعض سوف تحصل على عدد سالب آخر إذا كان كلاهما سالب. هذا يخبرنا أن كلاهما يجب أن يكون سالب لأن هذا موجب، وبما أنه ما عندما نجمعهم بدون أي إشارات سالبة سنحصل على عدد سالب، فإذا هذا سيكون عدد سالب أيضا. دعونا نرى، دعونا نجرب السالب 3 وسالب 1. إذا كان سالب 3 وسالب 1 بالتالي أنت على حق. إذا كان b تساوي سالب 1 و a تساوي سالب 3 بالتالي فإن 2 بالتالي فإن 2 ضرب سالب 1 يساوي سالب 2. صحيح، إذن b تساوي سالب 1 و a تساوي سالب 3. هذا يشبه شكل فني، أعني أنه لا يثير ضجة أنها طريقة ميكانيكية للقيام بهذا. المعادلة التربيعية هي 1، لكن هذه الطريقة الأفضل، إنني أعرف كيف أتعامل مع هذه دونها. نحن نعلم ما هي قيمة a و b، إنها 2x و a تساوي سالب 3. 2x ناقص 3 ضرب x زائد b، و b تساوي سالب 1، إذن x ناقص 1. هذا هو تحليل إلى العوامل. 2x ناقص 3 ضرب x ناقص 1 أي خيار، يوجد هذا الخيار هنا 2x ناقص 3. لقد انتهى الوقت، سأراكم في العرض التالي.